قولوا روشتة للناس اللي بتتفرج علينا، بتقعدوا تذاكروا ازاي؟ عدد ساعاتكم كانت قد ايه؟ لان كمان انتوا طالعين من الاوائل على الجمهوريه ما شاء الله. بصي يعني على حاجه بالنسبه لعدد الساعات ده، يعني ايوه مش منظمه خالص اصلا. كنت بحدد عدد الساعات، انا كنت احدد منين ما افهم هقوم بالحب كده وخلاص. يعني الله عليك الله عليك بالحب، يعني حاجه حلوه قوي. منين ما افهم، منين ما افهم المعلومه هقوم، عايزه اذاكر بذاكر. مش هنجيب دلوقتي كمان الورق. بصي بالمناسبه انا هقول لك على حاجه. اسمها ايه؟ برايل. برايل وانا عايزه افهم اعرف هي ايه طريقه برايل دي. بصي اللي هتقولها لك اكتر مريم، عشان مريم يعتبر بتقرا برايل. مريم الشاطره الشاطره صح؟ كلهم شاطرين يعني. بس ما تخافوش مش هنحسدكم يعني، مش هنحسد. الله اكبر، خشب اهو خشب. والله عايزه مش من مالي اللي الواحد بيخاف. طب قولي لنا بقى يا مريم. بصي هي البرايل ده طبعا اول حاجه بنتعلمه في الحضانه، لما نيجي نتعلم الف ب ت والكلام الحروف الابجديه بيتعلمها. في اصلا حاجه اسمها زي لوحه كده، لوحه خشبيه. طبعا اللوحه دي طبعا استحاله تلاقيها موجوده عندي دلوقتي، يعني لان هي من زمان بقى مش موجوده. لوحه كده بيتعلم فيها الف وب. دول للمكفوفين؟ للمكفوفين. بيبقى في مدرسين مكفوفين كفيفات هم اللي بيعلمونا، او مكفوفين يعني. وفي مبصرين بس يبقوا متعلمين في بعثات وكده، فعشان يعلموا الطلبه. سن كام بتتعلموا؟ كل حرف على حده عادي. من اصلا المفروض من الاول، عشان خاطر يبقى الاول بقى الايد ناعمه شويه عشان تستوعب قراءه البرايل. الملمس ذات نفسه بقى يعني، بقى الملمس ايد يعني. بعد ما تخلصوا ان شاء الله جامعه، نفسكم في ايه؟ ابدا بمنار. انا نفسي واخواتي كده ربنا يكرمنا ان شاء الله ونساعد بعض، ونفسي نفتح مكتب ترجمه. طيب احنا كده عرفنا منار نفسها في ايه. مريم انا نفسك في ايه بقى بعد ما تتخرجي ان شاء الله؟ والله هو تقريبا يعني نفس الكلام اللي منار قالته، بس انا عايزه اقول لحضرتك على حاجه. يعني هو وجودنا احنا الثلاثه مع بعض في مكان واحد في اي حاجه، ده بيبقى لوحده كريم بالنسبه لنا. يعني احنا نكون موجودين مع بعض، فده بيعمل اتحاد وبيخلق مننا يعني شغل كويس وحاجه كويسه. يعني حتى في الكليه تلاقينا في الترجمه، حتى نعمل قطع الترجمه مش معروفين حد، ثلاثه.